مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله حبايبي الكل بخير. حبايبي اليوم الوصفة تبعتي لصاحبات الكلف، كريم لصاحبات الكلف اللي عندهم كلف كتير بوجههم صعب انه ينزل. بس حبايبي انا بعمله مو اللي الحال، يعني ما اعرف كل وحدة كيف حالتها. طيب احتمال في كتير خوات وانا متأكدة راح يستفادوا، وفي خوات ما راح يستفادوا، فهذا الشيء مو من عندي ولا من وصفتي. وصفتي انا متأكدة من عندها 100% ومجربة مع كتير من الخوات جربتها الصراحة وجابت مفعول كثير حلوة لصاحبات البشرة السمراء. إذا استعملتها راح تبيض بشرتها، مو راح تبيض بشرتها لأنها شو نقول سمراء وتسويها بيضة، لا، إذا كانت عندها ضربات شمس. أو في أخت كتبت لي قناتي مملكة الفنون اليدوية، في إن عندها بقايا الحبوب، بقع من بقايا الحبوب، ودائما من تطلع عندها حبوب بعديها يظل عندها مكان اسود بالوجه. كثير حلوه على فكره هاي الوصفه حتى لصاحبات اللي عندهم حبوب بوجههم، يعني كمان تنفع. كثير حلوه تحت العين اللي عندها تجاعيد تحت العين، اللي عندها تجاعيد بالاحرى بكل البشره، تقدرين تستعمليها حتى لو كنتي ما عندك اي تجاعيد اي كلف العفو ببشرتك. بس انا شخصيا ما عندي كلف، بس راح استعملها لوجهي لانها مبيضه مرطبه مغذيه، وبنفس الوقت حبايبي تعطي اشراقه تعطي نضاره وتبعد التجاعيد نهائيا من البشره. راح ناخذ حبايبي تقريبا اثنين، واللي ما عندها نبات هيك تستعمل ملعقتين اكل من جل الالوفيرا، ملعقتين اكل من جل الالوفيرا. بس من اقول ملعقتين اكل مو معناته هيك فل، لا هيك مسح. طيب ملعقتين اكل من جل الالوفيرا. بالنسبه اللي عندها هيك نبات تاخذ لها هيك فد اثنين. طيب انا بالنسبه لي اخذت هيك ثلاثه وراح اسويهم. طبعا نزلت الشغاله قلت جيبي لي تنتين، جابت لي اثنين هيك فتحتها وسوت لي اياها اثنين. طلع انا هيك كنت قاصده، جابت لي اثنين هيك، شفتوا شقد ذكيه. المهم الله يعطيها العافيه. هون حبايبي شو اخذت؟ انا سبق وقلت لكم انا بسوي جيلاتين دائما بالكاسه، عندي جيلاتين دائما بسوي، من اريد استعمله اضيف له مي سخن عشان اذوبه، او بحاله اذا ما بدك تذوبي تاخذين، راح احكي لك قديش تاخذين، اذا ما بدك تذوبي تاخذين ملعقه صغيره من الجيلاتين اللي انت كنت مسويته وحاطته بالثلاجه، بدك تخليه له مي. انا ليش خليت له مي؟ لاني بسويت وصفه ثانيه اللي هي الوصفه تبعت الجل الالوفيرا مع لبان الذكر، اتمنى انكم تسووها، هاي الوصفه فظيعه فظيعه فظيعه، وراح انزل لكم عليها وصفه تحدي طبعا للتجاعيد بقناتي قناه مملكه الفنون واليدويه العفو. طيب حبايبي هون انا شو اخذت؟ اخذت ملعقه زي ما انتم شايفين كبيره، بس هاي وسط، انا هي ملعقه كبيره من ماء الجيلاتين. بحاله ما عندك ماء الجيلاتين تاخذين ملعقه صغيره جدا من الجيلاتين، بس كيف تاخذيها؟ يعني هيك نصفها، نصف الملعقه من الجيلاتين البودره الصغيره نصفها، يعني نقول هاي ملعقه صغيره نصف، هاي وسط انا عندي الصغيره نصفها، اوكي؟ اللي راح تاخذون البودره تبعت الجيلاتين. طيب بحاله عندكم ماء، الماء هيك زيي، تاخذين ملعقه كبيره من الجيلاتين. طيب شو راح ناخذ كمان معاها؟ معلش لازم شويه توسعوا صدركم معي عشان الوصفه بدها عنايه وبدها تركيز وبدها خطوه بخطوه. راح ناخذ هذا زي ما انتم شايفين ونفتحها من هون كمان من هون، وراح ناخذ زي راح ناخذ بس الجل تبعتها، احنا محتاجين بس الجل تبعها هي هيك. زين في وصف عندي طريقه على مملكه الفنون اليدويه، طريقه تكاثر الالوفيرا موجوده وكثير حلوه وكثير سهله، وانا شخصيا صدقوني كاثرت الالوفيرا تبعتي بوحده زي هذه، وان شاء الله راح اورجيكم السطح عندي قديش في الوفيرا من وحده من هذول.
كاثرتها وسويتها عندي فوق يعني اشي كتير من الالوفيرا، عشان لانكم زي ما انتم تعرفون احنا نستفاد من الالوفيرا بكل وصفاتنا، وانا احب الالوفيرا استعملها عشان نقول اسويها حتى الجل من ايدي اسوي حتى الجل الالوفيرا. انا عندي قناتي موجود، والله خواتي معلش سامحوني، لو قناتي مملكة الفنون اليدوية او مملكة الفنون والتجميل، يعني اسفة كتير ماني ذاكرة بيا قناة عرفتي. طيب بالنسبة انا هذا من هون ما اخذه، قلت لكم دايما نشفوه هيك طيب وتنشفوه عشان راح نستفاد من عنده بوصفات كتير حلوة. قلت لكم راح اطلع لكم وصفة ان شاء الله تحدي للتجاعيد في مملكة الفنون اليدوية زي ما انتم شايفين. هيك انا اخذت اورجيكم قديش اخذت الوفيرا، فلا تقصروا من ناحية الالوفيرا بدنا يعني شو نقول كثير، عشان هذا رح ارميه انا ما رح استفاد منه، هيكم زي ما انتم شايفين. بس هسه شو رح اخذ، شايفين الالوفيرا هيها طلعوا قديش يعني مو قليلة، زين رح احطها مع شو مع الجيلاتين. اوكي اذا ما عندك جيلاتين اللي زي طريقتي انا العامليته، تاخذين نصف ملعقة صغيرة جدا من بودرة الجيلاتين وتخلطيه مع شو مع شو اسمه مع الالوفيرا. طيب هسه هون شو راح نسوي، راح ناخذه كله هيك ونخلطه مع بعض بالخلاط. زي ما انتم شايفين انا خلطته كله بالخلاط، وهسه راح اورجيكم اخر خطوه الى هذا، هي الخطوه الاولى. طيب شو راح نسوي كمان هسه انا عندي حبه بطاطا، طيب راح اخذها هيك اقطعها قطع صغيره واحاول الماعدها زي هيك، تقدر تبرشها برش وتاخذ المي تبعتها مو الا بالخلاط، اللي ماعدها الخلاط يعني لا تضايق حالها. وراح نخلطها بالخلاط، حابين ناخذ انا حابه كل تفصيله اعملها اول باول عشان تستفادي من الوصفه تبعتي 100%. هسه حبايبي زي ما انتم شايفين راح اخذ انا بس المي تبعت البطاطا، انا هون محتاجه بس المي تبع البطاطا. ان شاء الله كل اشي واضح، احاول اورجيكم. ايوه هيك حبايبي راح ناخذ زي ما انتم شايفين هيك، وراح اخذ بس مية البطاطا احاول اصفيها. طبعا انا اخذت حبة بطاطا كاملة لاني حابة اسوي فيديو ثاني، بس انتو راح تحتاجون واخذتها كبيرة، انتو تحتاجون اذا كانت كبيرة نصفها او حبة بطاطا صغيرة، لان راح نحتاج 3 ملاعق من البطاطا. انا لانها كتير صايرة شلون نقول خفيفة يعني، لان خلاط كتير كويس يهرسها هرس، يعني ما إلها أثر، حبيت أخذ شوية من البطاطا اللي هي. طيب هسه حبايبي هون هذا راح استفاد منه فيما بعد بفيديو لكم. هسه هون حبايبي ايش راح أسوي؟ هسه هون عندي تقريبا والله قليل كمان شوية، بدنا 3 ملاعق من ماء البطاطا، 3 ملاعق من ماء البطاطا مو أكثر حبايبي، 3 ملاعق من ماء البطاطا. اذا زاد يعني شوي ما راح ياثر صراحه، انا بس اقول لكم عشان تسووها 100%.
3 ملاعق من ماء البطاطا زي ما انتم شايفين. 3 ملاعق من ماء البطاطا. طيب راح ناخذ حبايبي كمان 3 ملاعق او ملعقتين كافية، هاي ملعقة وهاي ملعقتين من جل الالوفيرا، من جل الالوفيرا 3 ملاعق من ماء البطاطا، ملعقتين من جل الالوفيرا اللي مخلوط بالجيلاتين اللي انا اللي عندها الجيلاتين والجل الالوفيرا اللي سويته انا قبل يومين. طيب او قبل يوم تقدر تحط من عنده، يعني مو الا هيك تعمل زيي. في فيديو عرضته امبارح او اول امبارح من جل الالوفيرا والجيلاتين. طيب ولبان الذكر تقدر تحط منه، واللي ما عنده تقدر تسوي هيك هاي الخطوه معي. هسه هون شو سوينا؟ اخذنا حبايبي ملعقتين من الجيلاتين، ملعقتين من الالوفيرا مع ملعقه صغيره، نصف الملعقه الصغيره من الجيلاتين، ملعقتين او 3 من الالوفيرا، خلينا معاها نصف ملعقه صغيره من الجيلاتين. هاي بحالة يكون نبات هيك، بحالة يكون عندك يعني جاهز اللي تشتريه ملعقتين مسح من الجيلاتين. زين راح نحتاج كمان نصف ليمونة، انا هون نصف ليمونة، انا هون قبل عرض الفيديو يعني سويت نصف الليمونة وراح احطها هون، نصف الليمونة. والليمون الكل تعرفه قديش قوي وكويس على بالنسبة لصاحبات البشرة اللي فيها كلب. طيب هسه بعدي شو راح نسوي بهذه حبايبي؟ بعد هذه هاي الخطوة راح نحطه هو هيك، نظل نخلط نخلط فيه، حطه شوية بحمام مائي، حمام مائي هيك 3 دقايق مو أكثر، عشان بس بدنا إياه شوية يتماسك، 3 دقايق أو دقيقتين، لا تخلوه يجمد كتير، أنا راح أشوف مياه بس أسويه، يعني استنوني. وهي رجعت لكم حبايبي زي ما قلت لكم، خليته أنا الصراحة بالميكروفيلا عشان شو نقول السرعة مو أكثر، زي ما أنتم شايفين كله خلطته هيك مع بعض. طيب بالميكروفيلا هيك أكثر يعني هيك أقل من الدقيقة. طيب هيك أنا بدي إياها قوامه. هسه حبايبي أنتم تقدرون تحطوه بحمام مائي أو كمان زي ما أنا حكيت لكم راح تحطوه بعلبة اللي أنتم تستعملوها. طيب طبعا اسفه كثير، لازم حرجعها عشان نسيت شغلتين هسه انتبهت لها. راح تضيفوا حبايبي معاه جوز لوز المر، زيت لوز المر، خلون ملعقه اكل من زيت لوز المر. طيب بحاله ما في زيت المر زين شو راح تضيفوا؟ زيت لوز المر اذا ما في راح تضيفه، هو كمان كويس ونفس المفعول و100%. زين راح تضيفوا كبسولتين من الفيتامين اي، يعني كل اختيار لكم، الزيت لوز المر ملعقه اكل او كبسولتين او 3 من فيتامين اي زي ما انتم شايفين. هذا راح تخلوه بالثلاجه لمده تقريبا اسبوعين، وممكن كمان يظل 20 يوم ما راح يخرب، بس بمكان بارد بالثلاجة، استعمال يومي، راح تستعمليه يوميا، يوميا تحطيه على بشرتك، يوميا يتخلى على البشرة قبل ما تنامين، قبل ما تنامين تغسلين وجهك كالمعتاد وتحطيه وتنامين. زين العده كلف كثير، تقدر الصبح كمان بس ما تتعرض، هسه ما في شمس كثير قويه، تحطي بمكان الكلف، يعني تقدرين تستعمليه باليوم مرتين، كمان تقدرين تستعمليه باليوم مرتين. كثير حلو حبايبي الصراحه، اذا استعملتوه للتجاعيد، للكلف، لتبييض البشره، انا متاكده راح ينال رضاتكم. وهذا كمان الفيديو كمان من
عندي انا، واول فيديو يعرض على اليوتيوب كمان ومن اختراعي انا، واتمنى من مواد طبيعيه كمان حبايبي، واتمنى انه ينال رضاكم. اتمنى من عندكم دائما تزورون مملكه الفنون اليدويه، لاني انا صحيح عاملتها اسمها اليدويه، بس بعرض فيها وصفات مكرره، بس فيها يعني ضايفه فيها شغلات حلوه كتير، فيها وصفات للشعر كتير حلوه، للصلع، لفراغات الشعر، فيها كمان ماسكات يعني جديده كمان ما معروضه بمملكه الفنون اليدويه. فاتمنى انكم كمان تزوروها، واتمنى كمان منكم حبايبي انكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع السلامه.